تخص معالي الوزير ظهيرة اليوم باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهو الاستقبال الذي عكس بكل صدق وإخلاص وبشكل جلي وواضح حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والشراكة، فضلا عن ترسيخ التوافقات السياسية الهامة التي تجمع بين بلدينا وتوحد مواقفنا في هذا الظرف الدولي المشحون والمضطرب والمتأزم على مختلف الأصعدة وعلى العديد من المستويات. وعلى ضوء التوجيهات السامية التي تفضل بإسدائها السيد رئيس الجمهورية، تواصلت المشاورات مساء اليوم بمعية زميلي معالي الوزير في إطار جلسة عمل كرسناها معا لتسليط الأضواء على سبل تفعيل واستغلال الآفاق الواعدة التي يتيحها التعاون الثنائي في شتى المجالات السياسية منها والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية. وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على حزمة من التدابير التي ترمي في مجملها إلى إحداث ديناميكية جديدة في العلاقات بين بلدينا، لا سيما ونحن نتأهب للاحتفال في المستقبل القريب بالذكرى 30 لتأسيس هذه العلاقات في جانبها الدبلوماسي.